حسين ما ياب كرز وأنا خاطري في كرز، شكلي نساتي على الكرز، والظاهر إن البيبي بيطلع حلو مثل الكرز. الحمد لله على نعمة العقل. يي الحمد لله على نعمة العقل، عيل أكو حرمة عاقلة ترجع بيت رأيلها وهو حاط على راسها شريج. إذا بتقولين هالحكي عشان تضايقيني ولا تحريني، بس آخر همي وفعلاً آخر همي وأنا تامة هني بس عشان أحرق دمك. وعشان شنو؟ عشان أقهرك. وأدري أدري إنك تبيني أطلع من البيت بس ما عوزك. لا لا لا، منو قال إني أبيش تطلعي من البيت؟ لا بالعكس، أبيش تقعدين بالبيت. منو بيغسل هدوم حسين؟ يشيل يحط، وأنت تعرفين أنا حامل ومثقلة آي بطني. بهذه صدقتي، لأن اللي بعمرك وين فيهم يحملون؟ يعني أنا بس أفكر بالياهل اللي بتجيبينه، منو بربي؟ مو زين لك التعب ولا الحركة؟ عيايز آخر زمن. حبيبتي عيايز يا خال مراهقات، المهم إن أنا حامل وبصير أم فلان، ومثل ناس تعب معاهم الطبيب والمعالج بالأعشاب بدون فايدة. آي بطني أبي كرز. أجر عافية أبو عواس، ما في كل العافية، إن شاء الله بطل ترجع. الحمد لله على كل حال، دامني أمشي ما أبي شيء من الدنيا. الحمد لله رب العالمين. بعدين أنا قاعد أروح بالسيارة وأجي بالسيارة. إيش عندك قاعد من؟ هلا خيتي الحلوة. هلا والله. ها نمشي. يلا. وين تروحين؟ ماكو، طالعة شوي أغير جو. إلا تعال قول لي صار على فهد. تعال بشوي. حط لك بس براغي؟ لا مو براغي، حاطي لي مثل الصياخ بس خلاص، يعني بتن دايمة. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. أهم شيء مخك يكون سليم. الحمد لله، حتى مخي ما في إلا العافية. ما شاء الله عليها شمر. عاد دير بالك عليها، هذه أختنا الغالية. قول لها هي خد دير بالها علي، ما شاء الله عليها عن 10 ريال لا تحاتيها. حسين إيش فيه؟ فهد صاير له شيء؟ لقينا عنا معلومات وإن شاء الله تفيدنا. إن شاء الله خير يا رب. يلا نمشي؟ يلا مع السلامة. إن شاء الله على خير. يلا في أمان الله. دير بالك بعواس. إن شاء الله. دير بالك على شمون الناس ما قلت لك. إن شاء الله إن شاء الله لا تحاتي بعيوني. عشت عشت. في أمان الله. قالت لك سوالف وايد.